عاجل الجيش السوداني يبدأ التحرك فوراً على الحدود مع إثيوبيا، عاجل، وإثيوبيا تعلن الحرب والاتحاد الإفريقي يحذرها من غضب مصر، وتصريح غريب من وزير الدفاع التركي عن العلاقات بين مصر وتركيا. ووردنا منذ قليل الأرصاد الجوية المصرية تنشر للمواطنين أهم التفاصيل، وبيان ناري من شيخ الأزهر تنشر أيضا لحضراتكم التفاصيل في الفيديو، وعاجل الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين في ليلة القدر، وعاجل تحذير هام لكل المصريين من ظاهرة خطيرة في العيد. صلوا على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل الجيش السوداني يبدأ التحرك فورا على الحدود مع إثيوبيا. رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان شدد على أن الجيش السوداني لم يخرق حدود إثيوبيا من خلال انتشاره عند حدود الدولتين. المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان قال خلال اجتماع عقده في الخرطوم مع المبعوث الامريكي الخاص للقرن الافريقي فولتمان ان انتشار الجيش السوداني تم داخل الحدود السودانية التي اقرتها اثيوبيا في عدد من المناسبات وحددتها الاتفاقيات التاريخية، ولم يتبقى إلا وضع العلامات الحدودية بين البلدين. رئيس مجلس السيادة الانتقالي أعلن استعداد السودان للتعاون مع إثيوبيا في حل قضاياها الداخلية انطلاقا من علاقات حسن الجوار بين السودان وإثيوبيا. ذكر البيان أن عبد الفتاح البرهان قدم إلى الدبلوماسي الأمريكي شرحا عاما لملف سد النهضة، مبديا موقف السودان الثابت المؤيد للحل التفاوضي للخلافات القائمة بينه ومصر من جانب وإثيوبيا من جانب آخر، وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة حول قضايا ملء وتشغيل السد. البرهان أشاد بالمستوى المتطور الحالي للعلاقات بين السودان وأمريكا، وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بينهما من أجل الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين. ودعا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الوقوف مع الحكومة الانتقالية ومساندتها في مواجهة تحديات الفترة الانتقالية. بدوره أكد المبعوث الأمريكي حسب البيان على أهمية السودان والقرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر للولايات المتحدة، وطلب من السودان الوقوف معه لإنجاز مهمته. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ويعني كان تحرك الجيش السوداني داخل أراضيه، ولكن إثيوبيا كانت بتقول إن أنت كده يعني شبه بتحتلني، ولكن الجيش السوداني انتشر على الحدود بين السودان وإثيوبيا حسب المواثيق والبيانات الرسمية التي تؤكد ملك هذه الأراضي للجيش السوداني ولشعب السودان. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا ندخل على الخبر التالي، ننتقل لخبر آخر معانا، وعاجل إثيوبيا تعلن الحرب والاتحاد الإفريقي يحذرها من غضب مصر. في تقارير طلعت وقالت إن الاتحاد الإفريقي حذر إثيوبيا من تعطيل مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان بإطلاق تصريحات عدائية ضد مصر والسودان. التقارير أكدت إن الاتحاد الإفريقي أبلغ إثيوبيا أن مصر والسودان سوف يردوا برد رادع. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبي دينا مفتي قال إن تحرك مصر والسودان لجعل مفاوضات سد النهضة دولية يتعارض مع مبادئ وسياسة إثيوبيا. لفت إن بناء سد النهضة تم إنشاؤه بدون الإضرار بدول حوض النيل. ونقلا عن وكالة الأنباء الإثيوبية إينا، زعم مفتي أن إثيوبيا أعربت عن استعدادها لتبادل المعلومات منذ الفيضان الأول، يعني كذب بخصوص هذا الأمر، وقال إن مصر والسودان رشحا بالفعل خبراء وأعلنا بالفعل اهتمامهما بالجولة الثانية من المعلومات حول السد، وقال إن إثيوبيا تعرب عن رغبتها في مواصلة المحادثات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأشار إلى أن المراقبين لم يلعبوا في السابق أي دور في المفاوضات الثلاثية، وذكر أنه سيسمح للمراقبين بالتعليق وتبادل وجهات النظر مع الدول
المفاوضة الأخرى وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات الثلاثية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أكد أن بناء السد والملء الثاني له سيكتملان في الوقت المحدد. وعن قضية الحدود مع السودان أشار أن مصر والسودان يجريان محادثات على مختلف المستويات، وزعم وكذب أن السودان استغل عملية تطبيق القانون في منطقة تيجري لغزو أراضي إثيوبيا وتدمير الموارد المادية والبشرية. وتابع متحدث الخارجية الإثيوبي وقال أن قضية السد السودانية ومسألة الحدود تدل على مصلحة طرف ثالث، يعني إشارة لي إلى مصر، وقال أن إثيوبيا تعمل على حل القضية سلميا. معنى هذا الكلام أو معنى هذا البيان السوداني أن إثيوبيا بتقول للدول الثلاثة يعني سنقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق، وإنتم ليكوا عندي فقط تبادل البيانات وأنا أعمل اللي أنا عاوزاه، أنا بس يعني هخبركم أو هديكم المعلومات حول عملية الملء لسد النهضة وده دون اتفاق. وطبعا ممكن البيانات دي تكون مغلوطة وكاذبة، وإثيوبيا عاوزة تعمل يعني معانا زي ما عملت تركيا مع العراق في نهر الفرات، وإثيوبيا برضو عاوزة تعمل معانا زي ما عملت مع الصومال. وأترك لحضراتكم بالتعليق، ولكن وجهة نظر البسيطة مصر والسودان لن يسمحوا بأن تقوم إثيوبيا بترقيع شعب مصر والسودان. هذا الأمر يعني منتهي وما فيش فيه اي كلام. ونتذكر دايما كلام الرئيس السيسي انه قال ان مياه مصر خط احمر واللي عاوز يجرب يجرب. الجيش المصري ما بيتكلمش كتير، والرئيس السيسي قال ان الجيش المصري ما بيتكلمش كتير، وان قضية المياه بالنسبة لمصر قضية حياة او موت. ننتقل لخبر اخر وتصريح غريب من وزير الدفاع التركي عن العلاقات بين مصر وتركيا. وزير الدفاع التركي خلوصي اقار اكد إن العلاقات بين تركيا ومصر في تطور وستصل مستويات رفيعة قريبا. وقال خلوصي أكار نرى أن علاقتنا مع مصر تتطور وهذا يسر الصديق ويمنح الثقة وفي الوقت نفسه يرعب البعض ويخيفهم. وضح وقال أنه تجمعنا علاقات أخوة وصداقة وقيم مشتركة مع الشعب المصري ولا يمكن فصلنا عن بعضنا البعض. تابع وقال ربما كان هناك توقف في علاقتنا لعدة أسباب، لكنني واثق في كل قلبي أن هذا سيتم تجاوزه في وقت قصير وأن أخواتنا وصداقتنا مع مصر ستصل إلى مستويات رفيعة جدا مرة أخرى وسنرى ذلك خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن تطور العلاقات بين تركيا ومصر سيكون مفيدا وضروريا للغاية لكل من تركيا وليبيا ومصر. المصدر معانا كان من أناضول. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل لخبر آخر معانا وبيان ناري من شيخ الأزهر، ننشر لحضراتكم التفاصيل. قال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن من أهم ما أكده العلماء في فقه المرأة إلغاء ما يعرف ببيت الطاعة إلغاء قانونيا قاطعا لا لبس فيه ولا غموض لما فيه من إهانة للزوجة. وفي برنامج الإمام الطيب المذاع عبر فضائيات دي ام سي المصرية شدد شيخ الأزهر على أن العلماء نبهوا إلى أن ما يسمى ببيت الطاعة لا وجود له في الشريعة الإسلامية، وأضاف أن العلماء يرون أنه إذا كان فسخ الخطوبة بسبب المخطوبة فالخاطب له حق استرداد الشبكة. لفت إلى أنه إذا كان فسخ الخطوبة بسبب الخاطب فللفتاة حق الاحتفاظ بكل ما قدمه لها الشاب كشبكة، ونوه بأنه في كل الأحوال لا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفقوا على ذلك أولا أو ما يعرفه العرف. شيخ الأزهر أكد أنه لا يعد العدول عن الخطوبة ضررا يجب تعويضه، ولكن إذا ترتب عليه ضرر أدبي أو مادي أو كليهما وبخاصة للمخطوبة فللمتضرر حق طلب التعويض. شيخ الأزهر أحمد الطيب أشار إلى أنه لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه إذا لم يكن للمنع سببا مقبولا، وللقاضي إذا رفع أمرها له أن يزوجها. المصدر معانا كان من أخبار اليوم. يعني شيخ الأزهر أحمد الطيب كان بيوضح يعني أمور هامة جدا للمصريين، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر. وأمس الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين في ليلة القدر. الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ المصريين أمس باحتفالية ليلة القدر في شهر رمضان المبارك،
وكتب الرئيس عبر صفحته بموقع فيسبوك: نحتفل اليوم معا بليلة القدر المباركة والتي نستلهم منها كل معاني الخير والبركة والرحمة وإعلاء القيم الإنسانية، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة المقدسة أن يحفظ وطننا الغالي مصر، وأن ينعم علينا وعلى سائر الأمة الإسلامية بالخير والسلام والأمن. مصدر معانا كان من الموجز: كل عام وأنتم بألف خير. ننتقل لخبر آخر معانا وعاجل: تحذير هام لكل المصريين من ظاهرة خطيرة في العيد. حذر دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من ظاهرة خطيرة تحدث في العيد. وترأس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة. بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التهاني لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيده على شعبنا العظيم وعلى مصرنا بالخير والبركات وأن يحفظها من كل سوء. خلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص بكل حزم وبمنتهى الشدة خلال فترة العيد والأجازات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر، ووردنا منذ قليل الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين، و أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة في البلاد خلال الفترة من اليوم وإلى الخميس المقبل أول أيام عيد الفطر فلكيا. الأرصاد أضافت أنه خلال اليوم الأحد ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على السواحل الغربية، وإن ظل شديد الحرارة على باقي الأنحاء، وستتحسن الحرارة نسبيا في نهاية اليوم، كما سيمر غطاء سحابي كبير قد يصاحبه تساقط لأمطار خفيفة وضربات البرق والرعد الجاف بسبب عدم توافر كميات رطوبة مناسبة على السطح. إما على السواحل الشمالية فسيسود الطقس الحار نهارا، وسيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب مصر، بينما يكون معتدلا ليلا على كافة أنحاء مصر بحسب هيئة الأرصاد. هذا وأوصت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ بعض الاحتياطات للتخفيف من آثار ارتفاع الحرارة كما يلي: عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجات حرارة عالية. يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل. وكشفت الهيئة عن حالة الطقس الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر فلكيا، وأشارت إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. المصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام، وكل عام وأنتم بألف خير. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم العبد الله الفقير إسلام الأمير من قناتكم مصر ميديا آي إي بي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك باسم إسلام الأمير مصر ميديا آي إي بي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.